ريبيكا داكس الدبلوماسية البريطانية هي رابع سيدة تلقى حتفها في لبنان خلال أسبوع. حديث مقتلها شجع عددا من الناشطات والناشطين الحقوقيين لتنظيم وقفة في بيروت حدادا على أرواح النساء الضحايا وإلقاء الضوء على ما تتعرض له النساء من انتهاك وتمييز وعنف يصل إلى حد القتل. هنا على سلالم المتحف الوطني في بيروت تجمع العشرات لإضاءة الشموع حدادا على مقتل أربع نساء في لبنان خلال الأسبوع الماضي فقط. آخر الضحايا كانت ريبيكا دايكس الموظفة بالسفارة البريطانية والتي حظي خبر مقتلها بقدر أكبر من المساحات الإعلامية مقارنة بالثلاثة الأخريات التي قتلن بشمال لبنان، ما شجع الناشطات والناشطين المعنيين بوضع المرأة على استغلال هذا الحادث للفت الأنظار للعنف الذي تتعرض له المرأة في مختلف الأماكن ومختلف السياقات. جرائم الأسبوع الماضي تثبت أن لا مكان آمن للنساء، لا المكان العام ولا الخاص. نحن كنساء نتعرض كل يوم لمختلف أشكال التمييز والعنف والاعتداء، تلك الأشغال المصغرة من العنف اليومي التي حين نتكلم عنها يرفض المجتمع أن يسمعنا أو يرانا إلا حين يسفك دمنا ونرمى في الطرقات. المجتمعون نددوا ليس فقط بممارسات العنف والتحرش الجنسي ضد المرأة، ولكن أيضا بالأفكار والقوانين التي تعطي العنف والتمييز ضد المرأة غطاء مجتمعيا يعمل على شرعنة التمييز الجنسي. لهذا المجتمع نقول العدالة ليست فقط في التجريم والتشريع والقانون، وليست فقط في القبض على الجاني وحبسه. العدالة أيها المجتمع هي أن لا يحصل لنا كل ذلك في الأساس. ابنة هذه السيدة واحدة ممن فقدن حياتهن على أيدي أقاربهن الذكور، فقد أطلق عليها زوجها الرصاص العام الماضي. لذا تقف هذه المرأة الآن حاملة صورة ابنتها الفقيدة لتذكر المجتمع بأنها لن تكون الأخيرة. عمرها 21 سنة يقتلها، شو بدي فيها؟ شو له معها؟ هلا بنتي راحت ما بقت ترجع، بس بعد كل هاي الصبايا والباقي كلها بناتنا هيدي، يعني بعد في خوف على الصبايا اللي بعده. وتفيد دراسات لمنظمات حقوقية أن واحدة من بين أربع سيدات تعرضت للاغتصاب في لبنان، وفي سياق أعم تقول الأمم المتحدة أن ثلث النساء في جميع أنحاء العالم يتعرضن للعنف الجنسي أو الجسدي.